مساكم الله بالخير. يشكل الأمن السبراني اليوم تحديا كبيرا لحكومات الدول ومؤسسات القطاع الخاص وأيضا أفراد المجتمع حول هذا الموضوع الشائك الذي يمس حياة الناس، حساباتهم البنكية واختراقاتها، خصوصيتهم في أجهزتهم الخاصة وأيضا أجهزة القطاعات والمؤسسات. يسرني أن يكون ضيفنا هذا المساء الخبير في الأمن السبراني المهندس إبراهيم بن محمد الشمراني. حياك الله أبو محمد. حياك الله أبو فيصل، والترحيب موصول بكم أعزائي المشاهدين وأيضا مستمعين عبر إذاعة الرياض. حياك الله أبو محمد. يعني برز في السنوات الأخيرة مصطلح الأمن السبراني، بدأت الدول في تخصيص موارد كبيرة لإنشاء إدارات متخصصة فيه. بداية اسمح لي أسألك، ما هو الأمن السبراني ولماذا برزت الحاجة له مؤخرا؟ حياك الله أبو فيصل وشاكر لكم الاستضافة. حقيقة شوف، لو رجعنا لكتب التاريخ لوجدنا مثلا الحكام والأباطرة كانوا يحرصون مثلا بحكم أنهم يرأسون الدولة وكذا على البيانات التي لديهم، فكان تحفظ مثلا كوثائق في غرف عليها حراس، وحتى لما تنقل هذه البيانات وترسل للأقاليم والأماكن البعيدة كانت تكتب بلغة لا يعرفها العامة، مشفرة. ودرجة حتى إلى وقت قريب مثلا كانت الصكوك والمعلومات المهمة تحفظ ما بالدفن في الأرض أو كذا. هذه كانت الطريقة القديمة للحفاظ على البيانات المهمة. لما انتقلت هذه البيانات إلى صيغة رقمية، ويمكن هذا نقول في حدود تقريبا يعني السبعينات أو الثمانينات الميلادية، بدأ يظهر مصطلح أمن المعلومات في البداية، أنه كان المقصد فيه أنه هناك بيانات خزنت بطريقة رقمية يجب أن تحميها. لما تطور الموضوع صار الموضوع أكثر من قضية بيانات، فأنت تتكلم على مثلا حماية مدينة رقمية، أو حماية مثلا خطوط الطيران، أو حماية المصانع وتشغيلها، ليس فقط بيانات. والقطاع المصرفي. والقطاع المصرفي كذلك، لكن المصرفي بالعموم هو بيانات، لكن أيضاً تشغيله، إنه ما يتعطل. بدأنا ننظر لأنه حماية المعلومات ليس مصطلح كافي، ننتقل إلى مصطلح الأمن السبراني. يقصد فيه باختصار هو حماية كل شيء يعني غير محسوس في هذا الفضاء اللي أصبح فضاء جديد، يطلق عليه مصطلح الأمن السبراني. طيب، هل يشكل هو اليوم تحدي كبير للحكومات؟ نعم، هو تحدي كبير جدا، ويرجع إلى نفس النقطة اللي ذكرناها على قضية أنه هناك تحدي مع التوسع في مجال البيانات والتوسع في استخدام التقنية. من ضمن الدراسات اللي تذكرها على سبيل المثال أنه في آخر 5 سنوات ما أنتج من بيانات على مستوى العالم يعادل ما عرفته البشرية من تاريخ بدايتها إلى قبل 5 سنوات، وهذا متوقع أنه يستمر. يعني حتى في المستقبل يمكن بعد 5 سنوات ثانية احنا ممكن نقول انه انتج شيء من البيانات اكبر مما عرفت البشريه كامل. طبعا احنا ما نقصد فيها فقط البيانات حقت الاشخاص اللي زي الحسابات البنكيه او زي معلومات الطيران او غيرها، بس نقصد حتى الان اللي يصدر مثلا من اجهزه الجوال، الحساسات، دخولك على تويتر، خروجك منه، كل هذه بيانات تخزن، فصار حجمها كبير جدا. هذه تاثيرها على المؤسسات ايضا في القطاع الخاص وعلى الافراد. صحيح، الافراد العاديين. صحيح، ولكن اللي ذكره في قضيه او السؤال على قضيه انه هل هذا يشكل تحدي للحكومات والشركات، حجم هذه البيانات كبير جدا، كذلك تشعبها، وكقضيه انه احنا نطلب في العاده الوصول لها بشكل متواصل. يعني الحساب البنكي انت متوقع انك تستخدمه مثلا في المساء او في الصباح في اي وقت، هذا يشكل تحدي اصلا من ناحيه امكانيه الوصول له. كذلك الان مثلا مع بعض المصطلحات الجديده مثل قضيه البنكيه المفتوحه، قضيه انه ممكن يصل لها اطراف اخرى او جهات اخرى، هذا كذلك ولد تحدي كثير في قضيه انه البيانات نحن نحتاجها لانها جزء من تحولنا الى حياه رقميه، لكن بنفس الوقت نحتاج نتأكد أنها تكون بشكل آمن، فهو تحدي كبير. طيب محمد، يعني ما يمر يوم تقريبا الحين إلا وتسمع إما تجربتك أنت الشخصية أو تجربة أحد القريبين منك
انه احد اتصل فيه، انه تلقى رساله وهميه، انه يعني في احد قاعد يحاول انه انت ما تعرفه، قاعد يحاول انه يخدعك، انه يحتال عليك. صحيح. يعني اصبحنا لا نفرق اليوم بين الاتصال الحقيقي والاتصال الوهمي. صحيح. يعني وش اللي حاصل بالضبط؟ يعني ليش هالزياده الكبيره اللي حصلت خلال هالسنه او سنه ونص الاخيره؟ صحيح. لما زاد استخدام الناس للتقنيه وزادت اهميه البيانات الموجوده لهم بشكل رقمي، وقتها صار المهاجمين اللي كانوا في الاحوال العاديه زمان يحاول يسرق مثلا منزلك ولا يسرق كذا، تحول الى صيغه رقميه. وهي عملية يعني ولدت الكثير من الأموال. أحد العصابات اللي يعني صرحت عنها شرطة الرياض تم القبض على 24 شخص. عدد المبالغ اللي تم سرقتها 35 مليون ريال. أنت قاعد تتكلم على يعني الشخص الواحد منهم جاب أكثر من مليون ريال. لو ما هي بصيغة رقمية ما تمكن من الوصول هذه. فلأنها مربحة ماليا وفيها عامل ثاني أيضا إضافي هو قلة المخاطرة. هو ما يحتاج يدخل على خزينة بنك أو على منزل فرد ويسرقه اللي فيها مخاطرة كبيرة بالنسبة له، هو قد يكون في دولة بعيدة جدا ويجري محاولة احتيال، إن نجحت أخذ فلوس، ما نجحت لن تستطيع الوصول له. في آخر تقرير شفته من هيئة الاتصالات تكلموا عن تقريبا حجب 26 مليون مكالمة، هذه اللي ما وصلت، خلق من اللي وصلته الأفراد. أيضا 37 مليون رسالة، وكذلك إيقاف ما يقارب ربع مليون خط هاتفي كان يستخدم في الاحتيال. فهو اقتصاد كبير جدا. الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي كانت تقول أنه معدل أو المبالغ اللي سرقت من الضحايا في خلال سنة واحدة عن طريق الاحتيال عن طريق الهاتف ما يقارب 20 مليار دولار. عندنا احنا في أرقام تبين كم سرق؟ العمليات اللي قبض عليها ذكرت، لكن قد تكون الجهات الرسمية عندها أرقام أكبر، لكن إذا عصابة صغيرة جدا تمكنت تقريبا كم مجموع الأرقام المعلنة ولا ما تعلن؟ لا ما أعلنت أرقام، لكن حجمها كبير. طيب هل أنت تقدر تصنف أنها أصبحت هذه جرائم منظمة؟ هي فعلا جميع أركان الجريمة المنظمة متواجدة فيها، هم تشكيل أكثر من شخص فيه كل يؤدي وظيفة معينة ومستمرين في تعاملهم. العائد المادي الكبير جدا الناتج منها جعلها عصابات بعضهم داخل المملكة العربية السعودية وبعضهم خارج المملكة العربية السعودية. وحتى إن كانت تظهر الأرقام التلفون على أنها كلها بالسعودية، قد يكون اللي يتصل عبر الإنترنت، هناك أجهزة جوالات أو كمبيوترات تحولها إلى اتصال هاتفي كأنه صادر المملكة العربية السعودية، لكنه ليس صادر المملكة. إذا إحنا الحين لما جينا مكالمة من رقم سعودي هو قد لا يكون في السعودية. صحيح، ما يلزم، بل الأغلب في محاولات الاحتيال هذه أن يكون خارج البلد بحيث أنه ما تستطيع السلطات الوصول له. وش أفضل طريقة لمواجهة مثل هذه الاتصالات؟ إني ما أرد. يمكن الرد انت ما تعرف الرقم وقت الاتصال لما يجيك، هل هو يعني جهه احتياليه ولا لا، لكن لو طلب منك يعني جهه موثوقه نعتبر زي البنك انه قال لك والله احتاج تحديث بيانات او كذا، يمكن فيه شغلتين بسيطه تبسط. الاول انك ما تشارك اي بيانات ما يتعلق ببطاقه. اذا اولا عدم مشاركه البيانات الامر حتى لو كان يدعي انه جهه رسميه، واللي يساعد فيها الخطوه الثانيه اللي اذكرها اللي هي قضيه خلاص قل له يعطيك العافيه أنا راح أتواصل مع البنك أو الجهة المسؤولة، أنت تدق على الرقم الرسمي للبنك فأنت تتأكد من الجهة والبنك يعلمك هل هذه العملية صحيحة أو لا. إذا احنا نعتمد على الوعي المجتمعي فيها. صحيح. ولا بد أن احنا أيضا صحيح. يعني نطلق العديد والكثير من الحملات صحيح. التوعوية المكثفة، هذه مسؤولية البنك المركزي والجهات الأمنية، أيضا مسؤوليتنا احنا كأفراد. صحيح. في أن احنا نكون محتاطين. فيها عدة مراحل أبو فيصل. الأمر الأول اللي هو قضية لجنة التوعية المصرفية مثلا في البنوك، يجي بعدها قضية الأشخاص المتعلمين ومسؤوليتهم لمن حولهم سواء لأقاربك أو سواء لأفراد الأسرة أو شيء زي كذا. فزي ما ذكرت هي عدة مراحل تبدأ بالوعي. هي المشكلة يعني أنت تتذكر زمان يبدأ يكلمك واحد بلهجة عربي مكسر يقول لك مبروك فاستمعنا بجائزة أنت سعيد الحظ، ثم تحولت الآن أنه يرسلوا لك روابط، يتقمصون شخصيات الشركات البريدية، يتقمصون شخصيات أو هوية شركات الاستقدام، أصبحوا أكثر احترافية في يعني ملامسة احتياجاتك اللي أنت ممكن كنت تغفل فيها، يغفل عندك جانب الحذر لأنك في حاجة عندك لهذه الأشياء. إيش الأمثلة اللي ممكن أنت تضربها لغير الأمثلة اللي الآن ذكرناها؟ هو كلها العامل المشترك اللي نقدر نعرفه بينها مفيصل هي شغلتين. الأولى قضية أنه يعمل على جانب الجشع،
يعني يقول لك هناك جائزة كبيرة أو هناك مبلغ مالي أو هناك مثلاً عملية كبيرة على حسابك. الأمر الثاني قضية أنه يضغط في عامل الوقت، يقول لك الآن لابد تعطيني البيانات حتى أوقفها، الآن يجب أن تفعل كذا، الآن أنت يجب أن تفعل كذا. هذه تستخدم في كل الطرق على أساس ما يعطيك وقت أنك تفكر. عودة إلى السؤال على قضية ما هي مثلاً الطرق الأكثر انتشاراً في هذه، من ضمن الأشياء قضية أنه لما إحنا نشتري من شيء أونلاين، واحد معلن عن لوحة مميزة للسيارة أو معلن عن سلعة معينة، تجد أنا أنه أنا نقول في هذه الحالة المعلن وأنا شخص أحتال، أقول لك أبو فيصل خلاص تبغى تشتري مني اللوحة ادفع مقدم. المقدم هذا أعطيك رقم حساب طرف ثالث، شخص ثالث ليس أنا. الشخص الثالث هذا أنا أخذت منه سلعة، خلنا نقول في مثال أنا أخذت منه قطع غيار سيارة، أنا وعدته بتحويل 10,000 ريال له، أنا أطلب منك تحويل 10,000 له، وبالتالي أنت لما ما تأخذ اللوحة المميزة أو السلعة اللي كنت تبغاها أنت ترجع لها صاحب الحساب، صاحب الحساب مواطن مثله مثلك تم الاحتيال عليه. فهذه من الأشياء اللي لاحظناها أيضا مؤخرا. هذا يعني أنه في زيادة في التعقيد في المسألة، هي لأنها فيها دخل مادي أبو فيصل كبير، ففيه عصابات زي ما قلت، كل ما وجدت طريقة أغلقت انتقلوا إلى جهة أخرى. طيب شو الحل يا أبو حمد؟ يعني الآن إحنا أصبح التعامل الإلكتروني وتحويل المبالغ جزء من الحياة اليومية، لكن كيف أنا ممكن أعرف إنه هذا تحويل مشبوه أو هذا الشخص هل أذهب للبنك أستفسر عن هوية صاحب الحساب؟ برضو تدخل أنت هنا في خصوصية البيانات، ما حيعطوك شيء. فكيف وبرضو في نفس الوقت ما تقدر أنك تتصل في الشرطة كل شوي تسألهم هذه صحيح، لأن هذا برضو إزعاج للسلطات. شو الحل بالذات؟ صحيح، إحنا يمكن شرحنا الخطوتين السابقة على قضية إنه كيف يتعامل معها. يبقى في قضية التحويلات المالية في منصات للبيع معتمدة كوسيط، ما تصير هي الضامن بينك وبين الأطراف الأخرى. الأمر وإن كان يبدو في واقع كأنه معقد وصعب، لكنه ممارسات بسيطة لو عملتها تجدك تتلافى 99% من محاولات الاحتيال، هي فقط أغلق خط التليفون. خليني أعطيك قصة صارت لي أنا قبل أسبوعين. اتصل علي شخص لهجته سعودية وقال لي معك فلان الفلاني من البنك المركزي، احنا لاحظنا على بطاقة احدى بطاقاتك الائتمانية للبنك الفلاني عليها عمليات مشبوهة. أيه. أبغى منك الآن رقم هويتك الوطنية على أساس أن احنا نوقف العمليات هذه ونقطعها وأنها تأتي من البلد الفلاني. فأنا على طول يعني قلت له أنت حين البنك المركزي ومتصل علي، ما تعرف هوية بياناتي، هويتي الرقمية، هوية الوطنية مثلا رقمها وهذه، يعني أنا ما أسمح لي، أنا حرجع للبنك. صحيح. هو على طول يعني أنهى المكالمة. صحيح. فواضح أنه من الواجب علينا احنا لا ننخدع حتى باللي نتخيله انه منا وفينا و... صحيح. هو زي ما ذكرت، انا اتوقع الاتصال اللي وردك ابو فيصل مثلا كان فيه رقم جوال عادي وليس رقم اي صحيح رسمي. ورقم جوال اي نعم. لانه زي ما ذكرت الجوال اسهل كثير فتحتاط معه اضافه. الامر الثاني على قولك خلاص، حتى لو كان البنك المركزي شكرا لك، انا راح اتواصل مع رقم البنك المركزي نفسه. اذا البنوك المؤسسات الوزارات ما حد مكلمك من جوال. صحيح. يكلمونك من تلفونهم. صحيح. هم يكلمونك من تلفون معتمد، وفي الغالب ما يطلب حتى البيانات اللي تطلبها، ولا يطلب البيانات اللي هو مثلا اطلب اتصال تلفون اطلب منك رقم الهويه، اتصال تلفون اطلب منك رقم بطاقه صراف، اتصال تلفون اطلب منك كود اللي وصلك، وحتى لو طلب لا تعطيه. اي لا تعطيه اكيد. هذا طيب. اللي قاعد اقول كل هذه محاولات احتيال. طيب ابو محمد بستاذنك في هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. أهلا بكم مرة أخرى في هذا الحوار الذي يجريه مع خبير الأمن السبراني المهندس إبراهيم بن محمد الشمراني. حياك الله أبو محمد، عندنا تقرير خلنا نشوفه ونواصل حوارنا. حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السبراني، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله لقطاع الأمن السبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030. وتجسيدا للتفوق، النموذج السعودي في الأمن السبراني عالميا ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يعد نموذجا رائدا
ويحتذى به دوليا. وتعمل منظومة الأمن السبراني في المملكة لتعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال. وجاءت المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السبراني كنتيجة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة، منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السبراني وتنفيذ التمارين السبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محليا، وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وأسهمت الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السبراني وتطوير منتجاته في إحراز هذا الإنجاز العالمي، وذلك من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السبراني. هل يشكل أمن البيانات اليوم تحديا للدول والمؤسسات والأفراد؟ هل البنوك لدينا قابلة للاختراق؟ هل شبكات التواصل الاجتماعي آمنة؟ كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عليها الخبير في الأمن السبراني المهندس إبراهيم الشمراني في حلقة برنامج العلن الليلة. أبو محمد، خليني أسألك عن اختراق البنوك. هل بنوكنا قابلة للاختراق؟ البنوك المشرع من البنك المركزي في السعودية، الأمر الأول عندها موارد كبيرة، فهي بالتالي تستطيع تأمين بنية تحتية بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن خلفها جهة رقابية كبيرة جالسة تدقق بالنيابة عن المستخدم العادي على قضية هل البنك هذا عنده حماية جيدة لبيانات العملاء أو لا، واللي هي البنك المركزي. طيب، قد نسمع الآن كثير من القصص أنه والله قد يكون البنك هو المخترق. إحنا ما نقول أن البنك مستحيل 100% أنه يخترق، لكن يعني من واقع خبرة أتكلم أنه يكاد يكون كل الحوادث هي من جهة المستخدم نفسه، قد يكون أنه يفرط بالبيانات، أنه يفرط بالبيانات أو يكون عنده خطأ من جهته هو. طبعاً أرجع أقول حتى لو صار البنك هو اللي فيه الإشكالية، أنت لديك وسيلة للتواصل، وسيلة لرفع شكوى على البنك المركزي وهو يتولى التحقيق فيها، لكن يجب أن يكون الوعي هو خط الدفاع الأول وليس ادعاء أنه البنك هو اللي هو قابل الاختراق. طيب، وش النصائح اللي توجهها لأصحاب الحسابات البنكية لحماية أموالهم؟ أرجع أكد على شغلة ذكرناها قبل. الأمر الأول قضية أنه يعني لما يجيك اتصال ما يمنع أنه يعني تقف قليلا، تغلق الخط، ترجع تتواصل مع الجهة نفسها، ما يضر حتى لو كلمك، لو طلع من البنك نفسه. وهذا اللي صار ردة فعل على كثرة محاولة احتيال، احيانا كلمك البنك تظن انه شخص يخترق، لكن ما يمنع انك تغلق، تدق على الرقم المجاني حق المصرف وتعطيه البيانات عن طريق تحقق الهاتف المصرفي، وبالتالي تدخل على قناة موثوقة وتتأكد من البيانات. هذا الامر الاول. الامر الثاني انه تعتاد انك ما تشارك اي بيانات حساسة عن طريق الهاتف. فانا ما اشارك رقم الهوية، ما أشارك زي ما ذكرنا أرقام البطاقات، ما أشارك الأكواد اللي تصلني، ما أشارك والله معلومات حتى يسأل مثلا موقع البيت، يسأل عن كذا، ما يحتاج. المفترض أن هذه كلها مسجلة في قواعد البيانات عندكم، ما هو من المنطقي أنك تسأل عنها. هذا فيما يتعلق بقضية يعني إجراءات سهلة. أنا عادة كشخص أعتاد إجراءين أخرى، مثلا قضية أنه البطاقة اللي فيها أو الحساب اللي فيه عليه بطاقة من البنك عادة يكون مبلغ عندي منخفض. والأمر الثاني قضية أنه لما تعامل مع بطاقات ائتمانية أفضل أنا بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع أو حدها الائتماني منخفض. هذا على افتراض أنه حتى لو ما نقول أنها بالاتصال الهاتفي سرقت، لكن ممكن شريت برا البلد، ممكن تعاملت مع جهة ما كانت موثوقة، موقع إلكتروني تم اختراقه. وإذا أنت محتاج تشتري يعني شيء مثل تشتري تذاكر سفر أو شيء، تغذي الحساب الرصيد لغرض الشراء هذا وتبقي على حدك الائتماني المنخفض. طيب، بالنسبة لاستخدامات التطبيقات حقت البنوك اليوم في الجوالات، تصبح فيه تسهيل لفتحها عن طريق بصمة الوجه على أساس أنك تسرع عملية استفادتك، هذه لك فيها ملاحظات؟ التطبيقات البنوك بالنسبة عندنا قبل يخرج أي تطبيق وينشر سواء على منصة iOS أو حلا على أندرويد يخضع لاختبارات أمنية فيتأكد موثوقيته. ففي الغالب تطبيق البنك تم اختباره أمنيا وهو موثوق، فما يحتاج تقلق عليه. تقلق لما يكون الهاتف نفسه معمل له مثلا في iOS يعني كسر حمايته، اللي يسميها جيل بريك مثلا في iOS أو روتد في الأندرويد، اللي هي قضية أنك رحت على iOS هذا وكسرت حمايته. هنا قد يكون المخترق يقدر يصل إلى التطبيق البنكي نفسه، لكن بالعموم للشخص العادي اللي يحدث جواله ما يحتاج يقلق من ناحية التطبيق البنكي. هذه كانك تحذر اللي يسوون الجيل بريك هذا. اي نعم، ناهيك عن انه غير شرعي اصلا وممنوع، لكن
ايضا ممكن انه يسبب لك ضرر اكبر من الاستفاده. الجيلبريك طبعا في الغالب اللي يستخدمونه ينظر الى قضيه انه بيحمل برامج مجانيه وشغلات زي كذا. الاشكاليه فيه انك انت كسرت حمايه اللي تقدمها الشركه، سواء في الحاله هذه هي ابل او جوجل، وبالتالي يسمح للتطبيقات الموجوده على جهازك الوصول الى بيانات ما المفترض تصل لها. طيب ابو محمد، رسائل ارامل الزعماء والوزراء الافارقه، يعني اعتقد كل واحد فينا جته منها رساله انه فيه وديعه ولا في مبلغ ولا بالملايين او المليارات. هي كانت بالمليارات اشوي، الحين صارت بالملايين. كيف تعمل؟ ايش الفكره يعني منها؟ هل فعلا في ناس تنخدع فيها؟ في ناس تنخدع، اكيد تنخدع، ولا ما استمرت السنين هذه كلها؟ انا على الاقل يعني اعرفها من 20 سنه عن طريق الايميل. الوسيله فيها انه هو يطمعك، نفس اللي قلناها، جشع، انه ترى في مبلغ كبير وانا بقاسمك اياه. الامر الثاني انه تحتاج الان تحول لي مبلغ عشان اكسر الوديعة، اللي هو الرسوم الاداريه. الرسوم الاداريه يعني ياخذون منك مبلغ صغير ما هو كبير. صحيح، لكن المبلغ الصغير هذا على عدد كبير من الاحتيال كافي. لكن اذا كان هو عنده مبلغ الملايين او المليارات اللي حاضر ورا ما يحول هو جزء منها، قال له حول لي جزء منها الحين وبعدين نبي نكسر الوديعة. الارمله بتعرس من دراهم هذه، وتغيرت، ما صارت بس افريقيا، حتى الان جت ايميلات على انه من اوروبا. نعم. طيب الواتساب هل هو محمي من اختراق؟ الواتساب كبرنامج الأمان اللي فيه عالي إذا استخدمته كمستخدم عادي، يعني من ناحية حتى التشفير اللي فيه كذا. لكن أرجع أقول كمستخدم عادي ما يحتاج يقلق في الواتساب. غالبا الأخطاء اللي تصير فيه نفس الأخطاء اللي ذكرناها سابقا، ومعظم الاختراقات اللي صارت في الواتساب أنه طلب منه كود. الكود هذا قد يكون سهل ويجيك بالعربي تعرفه، يمكن يجيك بالإنجليزي تعرف تقراه. المهاجمين صاروا يختارون لغات أنت ما تعرفها، فيجيك كود أنت ما أنت فاهمه، يقول عطني اياه الان عندك شحنه او شيء عطني اياه، وهو يحول الواتساب حقك الى جهاز اخر ثم يقفله عليك. هذه كانت اليه الاختراق واتساب. لكن كمستخدم عادي ما يحتاج يقلق من الواتساب. كحكومه او كشخص مسؤول عليه انه يشارك البيانات الحساسه او يدير العمل عن طريق الواتساب، لانه بياناته تخزن خارج لدى واتساب نفسها. طيب شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وش درجات تفاوت الامان فيها؟ شبكات التواصل الاجتماعي فيها أول شيء طبعا البيانات اللي تنقل بينك وبين سيرفرات حقت الشركة هي مشفرة، ففيها أثناء نقلها في الغالب، وهذا اللي تلقاه أحيانا قفل على الصفحة أو شيء، أو تلقاها حتى على التطبيقات موجودة. القفل هذا ما ممكن يزور؟ القفل هذا هو فقط أنه نقل البيانات من النقطة واحد إلى النقطة اثنين مشفر، ما له علاقة بقضية من الجهة اللي استقبله في باء. ولذلك ما يمثل هو أنه لا، إذا صار والله في قفل ترى آمن، انت ما تدري من اللي وراه، بس انا اضمن لك كقفل نقل بيانات امن. على موضوع التواصل الاجتماعي اللي اقوله انا انه كنقل البيانات صحيح، وش تسوي فيها الشركات وكيف تستخدمها، هذا اللي يحتاج تقرا وثيقه الاستخدام، تخزن البيانات. انت برنامج معين او تطبيق معين درجه الحمايه فيه اقل؟ لا، لكن الشيء اللي ما يتبادر للذهن على طول انه مثلا لما ارسل رسائل خاصه على قضيه التطبيقات هذه، انه انا اتوقع انه لا، انها يعني محميه. ثبت الان في بعض الصور اللي تسربت من منصات التواصل الاجتماعي انه موظفي الشركه نفسها يستطيعون الاطلاع على الرسائل الخاصه حتى في هذه. بعض الاشياء اللي تفترض انك مسحتها، لا، هي تبقى تخزن عندهم لفتره معينه او كذا، من باب يعني انه تحليلها وكذا. بس يعني هل هذا يتم بشكل عشوائي؟ يعني مليارات اللي يستخدمون هالتطبيقات، مليارات العمليات، هي عشوائيه ولا يستهدفون اشخاص معينين؟ خلينا نتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي كشركات. في الغالب لا، هو يحطونها لاغراض، يعني خلينا نقول لتحويلها الى اموال، يعني اقصد بقضيه مثل اعلان مشاركه البيانات، مشاركتها، تحليلها، بيع وشراء، يعني صارت اي بالضبط انه مثلا تجاره اليوم لبيانات فيها السوق الاعلاني كبير جدا، وبالتالي اي شيء يساهم فيه او يساعدني على معرفه هويه الشخص وماذا يفضل، هذا سوق كبير جدا، وبالتالي الشركات تصنع منها. طيب محمد، هل يفرق نوع الجهاز؟ انا جهازي ايفون او هواوي او سامسونج، يفرق نوع الجهاز؟ معظم الشركات اللي ذكرتها في الغالب عندها وسائل حمايه عاليه جدا، لكن بين اختلافات. فالمستخدم العادي ما يجب ان يقلق من قضيه اذا كان قلنا ما سوى له روت ولا سوى له جيل بريك وجالس يستخدمه بطريقه مرتبه، الباسورد ما يشاركه مع هذه الحسابات. عنده مشكله مثلا زي الاي كلاود في الابل، انه تلقى 3-4 اشخاص من العائله او حتى برا العائله مشاركين نفس الحساب، هذه ممارسات خاطئه، لكن في معظمها امن. عاد نجي الى تفصيل فيها تفصيل اكبر. هل ابل فعلا غير قابله للاختراق؟
خليني أكلمك على شغلة أبو فيصل يمكن بتحدد لك على قضية الاختراق ولا. في سوق كبير لقضية بيع الثغرات. وتجد أنه في ناس بيع الثغرات. بيع الثغرات. ومعنى بيع الثغرات أنه لو أنا أقدر أكسر حماية الأبل أو الأيوس أنا أقدر ألقى مشترين للثغرة هذه. ولو أقدر أكسر حماية الأندرويد أقدر ألقى مشترين للشغلات هذه. في أبل في الغالب أنت تحتاج سلسلة من الثغرات للوصول إلى تحكم الجهاز. أوكي؟ في أندرويد قد يكون الموضوع أسهل شوي لأنه المعمارية حقته تختلف. هو عنده مكتبات مفتوحة المصدر. الأبل ما تقدر تحمل أي تطبيق إلا عن طريق المتجر. يعني المتجر حق أبل نفسه. بينما في أندرويد تقدر تسمح بخيار أنك تنزل تطبيقات أخرى. أندرويد أقل تحسها أقل أمان. ممكن نقول إنه في تحسن كبير من جوجل على قضية الحماية مقارنة بالسابق. لكن يظل معمارية وطريقة بنية عمل أبل في قضية ما تسمح إلا بتطبيقات تم اختبارها وموثوقة عندها عن طريق المتجر أكثر أمان نسبياً من الأندرويد. لكن الناس يعني الناس العادية يعني أنا كشخص عادي الآن يعني كيف أتجنب محاولات اختراق جهازي أو يعني دخول عن طريق حسابات بطريقة غير مباشرة البريد يعني مثل هذه الآن رسائل الشركات الطرود البريدية يعني كيف ممكن أنا أتحاشاها؟ الأمر الأول يمكن زي ما ذكرنا قضية أنك ما تكسر حماية الأوس نفسها. الأمر الثاني قضية أنك ما تنزل التطبيقات اللي ما تكون موثوقة. يعني في المتجر حتى لو هو أندرويد أبل تجري عليه اختبارات أمنية، فمجرد أنك تخرج خارج المتجر هذا ما في ضمان اللي تقدمه جوجل لك. أجي إلى قضية زي ما ذكرنا إحنا أنه من يشارك رابط خاصة إذا كان يطلب الرابط هذا بيانات دخول لك مثلا في أبشر أو بيانات دخول للمصرف أو هذه، الأفضل أنك تترك الرابط تدخل على المتصفح نفسه أو على الجوال نفسه وابحث عن اسم الجهة نفسها. لو أنا جاني رابط أدخل أبشر إيش اللي بسويه؟ أنا بدخل على الإنترنت المتصفح العادي ببحث في جوجل وين مثلا موقع وزارة الداخلية الرسمي راح أدخل منه، وبالتالي حتى لو الرابط هذا فيه خدعة أو فيه كذا تجاوزته. يعني أنا خط الحماية الأول لنفسي. صحيح صحيح. طيب أبو محمد بستأذنك في هذا الفاصل طبعا. فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. أهلا بكم مرة أخرى في هذا الحوار الذي أجريه مع خبير الأمن السيبراني المهندس إبراهيم بن محمد الشمراني. حياك الله. حياك الله. كنت تتكلم قبل الفاصل عن موضوع بيع الثغرات. أبغى أعرف يعني من الذي يشتري، من الذي يبيع، كيف تتم عملية سوق الثغرات؟ خلنا نبدأ بكم تقدر أسعارها أبو فيصل. يعني كم تتوقع أن تسعر مثلا ثغرة أنها تكون مثلا بأندرويد أو أيوس اللي تسمح لك الوصول مثلا لأوس؟ أعطني رقم. ما تبدأ تقريبا من 3 مليون دولار إلى خاف يجذبني هالسوق. فعلا هو جاذب لأنه يصل من 3 مليون دولار إلى حدود من 3 مليون إلى 8 مليون دولار مثلا. من المشترين فيها أول شيء في عملية شراء تتم إذا شخص عثر باحث ثغرات عثر على ثغرة. أول شيء ممكن الشركة تكافئه بمبلغ مثلا أبل نفسها تعطيه لحد مليون دولار أو لحد مليون ونص دولار إذا أنت أبلغتهم بالثغرة وهم عالجوها، وهذا يعتبر السياق الإيجابي فيها. لكن أحيانا ممكن تعرضها على وسطاء. الوسطاء هؤلاء يتعاملوا مع جهات يهمها الحصول على ثغرات تستخدم في الاختراق، إما سواء على حكومات أو على أشخاص مهمين جدا أو حتى يعني تستخدم في الوصول إلى مآرب أخرى. بعضهم ما يلقى للمشترين هنا ولا هنا، يقوم يعرضها مثلا في قضية اللي يسمونه الإنترنت المظلم بحيث أنه يقدر يبيعها لأكثر من شخص ويعظم العائد حقه. وشو الانترنت المظلم اللي انت تذكره؟ الانترنت المظلم. طيب خلينا نعرف ثلاثة اشياء مهمه لها علاقه بالانترنت والناس قد تخلط بينها. الامر الاول الانترنت العادي اللي هو اي شيء تقدر تتصل له عن قضيه المتصفح العادي وعن قضيه مثلا بحث في محركات البحث مثلا زي جوجل او مايكروسوفت. هذا الانترنت العادي. في انترنت نعتبره يسمونه الانترنت العميق او ديب ويب. الانترنت العميق اللي هو الاشياء اللي ما تصلها محركات البحث. يعني سمي مثال ايميلك الشخصي أو إيميلك في أحد مزودي الخدمات لازم له كلمة مستخدم ومرور أساس تقدر تصله، فبالتالي لو تبحث محركات بحث ما تصله. عندك الأوراق البحثية مثلا الجامعات وكذا قد يكون ما يصل لها إلا باسم مستخدم وكذا. هذا اللي يطلق عليه الإنترنت العميق، وهذا يقدر أن الإنترنت اللي تعرفه أنت وتبحث عنه ما يقارب 4-5% فقط، بينما 95% هي اللي هي الإنترنت اللي ما تصله
انت عبر محركات البحث. طيب احنا اللي ذكرنا قبل شوي لا هو هذا يعني ولا هذا اللي قاعد نوصل له هو راس الهرم الجليد بالضبط. فقط ايه يقدر ينعم يقدر كما ذكرت ب 5%، لكن الجزء اللي يعني ذكرناه قبل اللي هو الانترنت المظلم او الدارك ويب. الانترنت المظلم هذا له طريقه معينه عشان تصل له، ما هي معقده كثير لكن يعرفها المختصين، بحيث انها فيها نسبه كبيره من انه ما يعرف الشخص الاخر او ما يعرفوا المتواجدين في الشبكه من انت، تخفي هويتك تماما بعكس الانترنت العادي. فكرتها ببساطة أنه أنت ما تطلع الانترنت مباشرة، أنت تمر على عدة أجهزة لأشخاص آخرين كلهم في الشبكة، فبالتالي ما تعرف منه الشخص هذا لأنه ما أتاك مباشرة من جهازه. هذا أتاح أنك كأنك دخلت في مدينة ما فيها أنظمة، أوكي، وكل يخفي هويته، فيصير فيها بيع لأشياء غير مسموحة، يصير فيها يعني تجاوزات لأنها منطقة ما فيها نظام. على سبيل المثال كنت أتكلم مع أحد المحققين المختصين فيها، قال لي احنا يعني وهذا كان في دولة أوروبية خلينا نقول، قال ان قدرنا نطلب مخدرات عن طريقها، قال قدرنا نطلب جوازات مزورة، قدرنا نطلب بطاقات ائتمانية مزورة. فكان يقول لي يعني الشغلة الوحيدة اللي ما جربتها قضية القاتل المأجور مثلا، ان في خدمة موجودة لكنه يقول انا ما جربتها لانه الخدمة هذه صعب تطبيقها. فلما يوجد عندك مجتمع لا يوجد فيه نظام يولد هذا، وهنا نعود إلى النقطة الأساسية، هنا البعض يعرض الثغرات لأنه يستطيع استقبال الأموال دون أن تعرف هويته فيبيعها على أكثر من فرد ويستفيد من اكتشاف الثغرات. هذا شكل تحدي كبير لأجهزة الأمن، إنفاذ القانون، رجال العدالة، كيف يتعاملون مع المكان المظلم هذا الواسع اللي مترابط حول دول العالم؟ يعني هل هناك تعاون دولي في هالمجال؟ التعاون الدولي موجود لكن العالم يعني معقد بشكل كبير ابو حسن. يعني خلينا لا نتكلم على الانترنت الموضوع، خلينا نتكلم عن الانترنت العادي. لو فرضنا الان انه في شركه انتحلت يعني صفه جهتك او شركتك لكنها تستضيف خدماتها نقول والله في دوله بعيد عنك، انت عندك الحل الاول انك تخطره صاحب الموقع هذا وتقول له انت منتحل شخصيتي ممكن تطفي خدمه، في الغالب لن يستجيب، تروح انت الان تتحول الى مستضيف الخدمه، الشركة اللي تقدم الخدمة تقول هذا يحتال هويتي وهذه العلامة التجارية حقتي وكذا، أرجع أطفاء الخدمة. لو ما استجاب معك ما عندك حل إلا أنك تكلم الحكومة اللي هو يستضيف فيها، أوكي؟ السلسلة تطول. طيب لو ما كانت الاحتيال هذا أو البيع مثلا البضاعة المقلدة مجرم في الدولة الأخرى، كيف تستطيع أنت أنك تأمر بإغلاق الموقع هذا؟ هذا على مستوى نقول بضاعة مقلدة أو علامة تجارية مقلدة. يعني فيه معلومة يمكن جديرة بالذكر أبو فيصل إذا سمحت لي، الآن صار في مزود خدمة نقولهم إحنا بالإنجليزي البوليت بروف هوستينج أو المضاد للاختراق أو شيء زي كذا، هو يقدم لك خدمة ويقول لك أنا مهما جاني طلبات بإطفاء موقعك ما راح أطفيه ويبيعك إياها بسعر أغلى. أحدهم مثلا كان مستضيف في هولندا واستمر فيها سنين، أغلق قبل فترة قريبة. أحدهم كان أذكى من هذا، راح استضاف مراكز البيانات في منصة بحرية كانت تابعة للنفط سابقا في مياه يعني ما لها يعني نقول مياه دولية ما لها نظام، حتى لو بتكلم الدولة معينة عشان تقول له يطفيه أنت ما تعرف مين بتكلم. فالموضوع معقد كثير هو في صعوبة في تواجه الدول أو الجهات القضائية أو القانونية في متابعة هالسوق هذا أو صحيح القطاع المظلم هذا. ولذلك أفضل طريقة اللي يمكن ذكرناها أكثر مرة وذكرتها أنت أبو فيصل وأكدت عليها أنه خط الدفاع الأول هو وعي الشخص نفسه. نعم. طيب خلينا نسكر على المستقبل، يعني كيف تشوف المستقبل في ظل تعاظم تأثير التقنية اليوم علينا في حياتنا؟ التقنية أبو فيصل دخلت حياتنا وراح تستمر هناك وتتعاظم. معدل استخدامنا مثلا التقنية قبل 10 سنوات لما ما كان مثلا في جوالك يمكن أهم شيء كان عندك ذاك الوقت اللي هو نقول أرقام الاتصال، لو الجوال كله راح ما عندك أهم شيء الأرقام باقية. الآن صارت لا، عندك حساباتك البنكية، عندك شبكات التواصل الاجتماعي، عندك عقد. في المستقبل راح نعتمد على التقنية بشكل أكبر، أبنائنا راح يكون اعتمادهم للتقنية عليها بشكل أكبر. جزء من قبولنا في الحياة الآن أنه مثلا أنا أقبل أن جوازي يجيني لحد البيت، انه والله مثلا كتابات العدل اسويها وانا في البيت، الخدمات البنكيه اني اسويها وانا في البيت، جزء منها قبول انه نكون جزء من العالم الرقمي وبالتالي نقبل مخاطره، وعلينا ان نعمل على قضيه انه نتلافاها
بشكل صحيح. طيب هل تعتبر الانترنت ساحة محايدة نقدر ان احنا نبحر فيها بامان؟ ايه، الانترنت قدمت ابو فيصل خدمات يعني يمكن قبل 30 او 40 سنه ما كنا نحلم فيها. العالم المترابط هذا، الخدمات اللي زي ما ذكرنا تقدم لك وانت في المنزل، قضيه انك تشوف العالم كله كقريه صغيره وتتواصل مع من تريد، هذه كلها ايجابيات كبيره للانترنت. لكن هل الانترنت ساحه محايده؟ الانترنت للمستخدم العادي يمكن ما يلاحظ، لكن هي ساحه للنفوذ وصراع بين الحكومات وكذلك الشركات العالميه. الان لو ننظر الى شركه مثلا، شركه جميله وتقدم خدمات جليله مثل جوجل، كميه البيانات اللي تعرفها جوجل قد تكون اكثر من اللي يعرفونها هلك عنك. فبالتالي تشوفها الصباح مثلا تعرف متى تطلع الدوام، وانت رايح الدوام يمكنك توقف تاخذ لك كافي، ترى في جوجل ماب يدري انك موقف تاخذ كافي. الذكاء الصناعي اليوم صار يقرا صحيح نواياك ويقرا وش احتياجاتك وش تبي. يمكن حتى ما نحتاج ذكاء صناعي، الانسان يعني عنده روتين بشكل معين، انت تلقاك كل يوم تاخذ نفس المسار بشكل كبير، توقف تاخذ مثلا القهوه بنفس الطريقه، تلقاك يعني تروح مثلا توصل مكتب 8:05 كل يوم بنفس الطريقه، هذه ما يحتاج ذكاء صناعي، هذه مجرد انا ما اعرف البيانات هذه بشكل تقليدي بتكون عندي. فهو صراحه يعني تحدي كبير بين الافراد لحمايه خصوصيتهم وبين قضيه الحكومات وبين حتى الشركات العالمية. طيب ابو محمد، خليني اسالك عن يعني اماكن تخزين البيانات، يعني زي لايك كلاود اللي هي يسمونها الخدمات السحابيه، هل هي امنه لتخزين بياناتي لنقل بياناتي؟ خلينا ندخل بمصطلح جديد ابو فيصل عشان اجاوبك على هذا. احنا عندنا في شيء نقصد فيه اللي هو الامن الالكتروني وحمايه البيانات. فاي كلاود بالنسبه للمعايير المعتمده تعتبر امنه بشكل كبير جدا اذا ما صار في خطا من جهه المستخدم نفسه. طيب لكن عندنا مصطلح ثاني اسمه خصوصيه البيانات. خصوصية البيانات يقصد فيها من له حق الاطلاع على بياناتي الشخصيه. خصوصيه البيانات الان لما انت تحفظ بياناتك في الاي كلاود اللي تخزن مثلا في مراكز بيانات خارج المملكه العربيه السعوديه في حالتنا، انت الان تخضع مراكز البيانات هذه والشركه المقدمه تخضع للتشريعات والتنظيمات من البلد نفسه. فبالتالي تستطيع الدوله ورجال انفاذ القانون في الدوله نفسها لو طلبوا هذه البيانات الوصول لها، وتبقى صراع بين الشركات. احيانا الشركات تقبل واحيانا الشركات ما تقبل في قضيه وصول البيانات. فهي ليست يعني من ناحيه الامان هي امنه، لكن عندنا مشكله ثانيه في قضيه الخصوصيه. طيب ابو محمد، انا بستاذنك في هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. اهلا بكم مره اخرى في هذا الحوار الذي اجريه مع الخبير في الامن السيبراني المهندس ابراهيم بن محمد الشمراني. حياك الله ابو محمد. حياك الله. خليني اسالك عن اليوم اصبح الانترنت ساحه لصراعات الدول. الامن السيبراني اصبح يعني لم يعد قاصر على عمليات احتيال، على عمليات مصالح شركات، اليوم اصبحت فيه دول تلعب دور كبير فيه. هل احنا اليوم امام مستقبل غامض تلعب فيه الحروب السيبرانيه دور اكبر؟ يعني لو حاولنا نبسط الموضوع ابو فيصل، انا اتوقع في المنظور القريب الى المتوسط، يعني احنا نتكلم في خلال 3 إلى 10 سنوات كذا، انه راح تبقى الامن السيبراني كشيء مرادف للحروب التقليديه، زي ما يعني شفنا في الصراع مثلا الاوكراني الروسي، الحرب التقليديه موجوده لكن هناك عمليه سيبرانيه تمت قبل واثناء تحركات الجيوش في الحروب التقليديه. هذا هو المتوقع في المدى القصير، فهي تعتبر كشيء مساند في قضيه تعطيل الخدمات، تشويش على الخصم، ودورها يتعاظم من يعني كل ما تقدم واستخدام التقنيه. طيب هل الذكاء الاصطناعي الان هل ممكن ان يستخدم من قبل المحتالين والمهاجمين؟ احنا كويس انك ذكرته ابو فيصل، لاني خليني نوعي عن شغله. الآن أصبح فيه إمكانية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي أنك يعني اللي هي محاكاة الصوت، أنا أقدر أخذ تسجيل صوتي لك أبو فيصل، ما شاء الله موجود في الإعلام، فأقدر أدرب الذكاء الاصطناعي على قضية محاكاة صوتك تمام. فلما أتصل أنا وأكلم شخص من طرفك أقدر يعني أكون واثق لدرجة كبيرة جدا أنه محاكي لصوتك، بالتالي استخدمه مثلا في سرقة أموال أو في طلبات منه في العادة لأنه عرف أنك أنت في سواه. أضف إلى هذه نقطة أخرى، أصبح حتى الفيديو نفسه تستطيع تزويره. الصورة يعني صوت وصورة أصبحت. صوت وصورة، نعم. أعقد قليلا لكنها ممكنة، وبالتالي ممكن يكلم فيديو على أنه الشخص اللي تعرفه ويطلب منك مثلا في الشركات تحويل أموال، ممكن والله على الأفراد يطلب منك طلبات، والله أنا في المكان الفلاني. طيب كيف نواجه مثل هذه الخطورة هذه؟
والله ابو فيصل الامر معقد، استخدام التقنيه طبعا هذا موجود لكن ما هو على نطاق كبير مره، خصوصا ان احنا اليوم اصبحنا نستخدم الاتصال عن بعد في الاجتماعات، في اللقاءات، في المحاضرات، في كل شيء. يعني الان هل ممكن ان انا اصير اتكلم يعني مع شخص ما هو حقيقي؟ والله ابو فيصل التقنيه مكنت ذلك، هذا موجود، ويعني احد البنوك ولا شك انه مع الوقت حتتطور هذه التقنيه. احد البنوك خارج المملكه السعوديه سرق عن طريق هذا، لان اللي كان يقدمه العميل كان نفس الفيديو نفس الشخص، لكن اللي ممكن اقوله يعني انت تعرف اللي قدامك هل هو خويك ولا لا، لو شكيت لو للحظه اعطوا اتصال ثاني، وترى هذا ما هو غريب. أو نتكلم على اتفاق على شفرات صرنا. لا انا واحد من اخواني مثلا على سبيل المثال مره اتصل وقام يكلمني في موضوع ما اعتدت منه، المهم انه فعلا والله قلت له شويه وبرجع اتصل عليك، انا شكيت. انت شكيت بس انت عاد خبير في هالمجال يعني. لكن اقصد انه حضرك المهني غلب عليك يعني، بس احنا مساكين. صحيح، انا اقول انه مع تعقيد التقنيه حقيقه انها تحدي، لكن ارجع اقول لو عندك ذره شك وحتى ترى ما يمنع ان الانسان يتاكد، خاصه في الاجراءات الكبيره تحويل اموال اتخاذ قرار، يعني ما يمنع انه اتصال ثاني. خليني اسالك الان عن الذكاء الاصطناعي، يعني ما هو كيوظف في الاحتيال، الذكاء الاصطناعي نفسه هل ممكن احنا في يوم من الايام نشوفه يسيطر على العالم؟ في المنظور القريب ابو فيصل المتوسط ما اظن. اللي ممكن يسيطر شيء يسمونه الذكاء الاصطناعي العام او الجنرال، هذا الى الان ما تم، وكل الموجود من الذكاء الاصطناعي يؤدي وظيفه محدده بشكل افضل من الانسان، لكن ما في شيء اللي يؤدي الكل. طيب الناس كثير يتكلمون اليوم عن الشات جي بي تي. يعني وش فكرة عمل هذا الذكاء الاصطناعي؟ هل يقلقك تطور الذكاء الاصطناعي ليؤثر على دور الإنسان في الحياة أو في ممارسة الحياة الخاصة؟ خلينا نبسط، يعني تشات جي بي تي صار عليه ضجة كبيرة مرة، خلينا نبسط أصلاً للغير مختص وش التشات جي بي تي. هو يعني برنامج ذكاء اصطناعي تم تدريبه على مرحلتين، الأولى على كل البيانات الموجودة في الإنترنت، أوكي، ثم درب أيضاً على ردود من الإنسان كيف يتعامل معها، وبالتالي صارت عنده القدرة أنه يصف لك الكلمات بطريقة تواكب أي موضوع سابق طرح. فالإنسان العادي لما يسأل تشات جي بي تي عن أي موضوع، تشات جي بي تي يستحضر البيانات اللي في الإنترنت ويستحضر الردود اللي تعلم منها، وبالتالي يصيغ لك العبارة. إذا فهمناها بالطريقة هذه ما يحتاج نقلق منه، وإن كان يحاكي تصرفات البشر، فممكن أنه تعلم أنه والله لو سألت الإنسان ثلاث مرات عن نفس الموضوع فالغالب الإنسان العادي يزعل بحجة أنه والله ليش تكرر لي السؤال، فهو تعلم الرد لكنه هو ما عنده مشاعر. لكن ما ممكن هو يتطور يخرج عن السيطرة؟ ترى يعني لما نشوف أفلام هوليوود القديمة تتنبأ بالمستقبل. صحيح. والهم اليوم يتنبؤون عن ذكاء اصطناعي يسيطر على الحياة في المدن. صحيح. وفي كل شيء، يعني الواحد على يحق لأن يقلق. أنا أقول أنه ما يحتاج نقلق على الموضوع هذا، لانه الذكاء في الجيل حقنا. اي نعم صحيح، هذا اللي اقول موضوع قريب، لانه ما هو بعد وصل الى 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 هذه، هو افضل من الانسان في اداء شغله. وين المستقبل حق الذكاء الاصطناعي ممكن يصير؟ انه يساعد الانسان. الان تشات جي بي تي مثلا ابو فيصل، انت كاعلامي او كذا، لما تعد مثلا مقاله او تبغى تجمع ريسورس عليها او شيء، سؤال واحد الجي بي تي كانك موظف سكرتير او باحث يساعدك في تلخيص البيانات، هذا يساعد في كفاءه الانسان وزيادته. فالذكاء الاصطناعي مساعد لكن يبقى في النهاية هو مرتبط بالإنسان. صحيح. يعني أنت كيف توظفه وكيف تستفيد منه. صحيح. طيب خليني أسألك عن يعني الأمن السيبراني اليوم، المملكة وين تقف في هذا الموضوع؟ الحقيقة هناك يعني في جهات مختصة في الأمن السيبراني، ومثلا في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقوم بدور كبير جدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني. هذا انعكس في مثلا تصنيف المملكة في مؤشر منظمة الاتصالات الدولية التابعة للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية أخذت المركز الثاني في جودة دفاعاتها واستعدادها للأمن السيبراني. وحقيقة لو نظرت إلى ما يتم عمله حاليا مثلا مع الجهات الحيوية الحساسة، مثل مشغل الاتصالات، مثل مشغل المياه، الكهرب، حتى الجهات الحكومية، تجد أنه مستوى النضج عندهم عالي جدا مقارنة بالجهات اللي خارج المملكة. فالمملكة قفزت قفزات كبيرة جدا في مجال الأمن السيبراني. عندنا اليوم صناعة أمن سيبراني، هذه النقطة اللي يعني لما تجد النضج في المملكة العربية السعودية هي تقريبا الأفضل يعني على مستوى المنطقة، ما انعكس في صناعة الأمن السيبراني، ما زالت في بدايتها خلينا نقول، لكنها ما واكبت. ايش اللي تحتاجه؟ خلينا ننظر فقط نضيف لها مثلا بعض الأرقام في صالح قضية انه الناتج القومي
من الأمن السبراني، صناعة الأمن السبراني بالسعودية أو سوق الأمن السبراني ما يمثل 0.03 من الناتج القومي للمملكة العربية السعودية، وهذا رقم صغير جدا. لما نقارن بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الرقم يجب أن يتضاعف 10 مرات. معنا كما تفضلت نحن يعني على مستوى العالم وصلنا إلى درجة عالية في تحقيق الأمن السبراني كمستهلكين وفيصل مستخدمين للتقنية. نعم نؤمن أنفسنا لكن لسنا بصدد الصناعة. إحنا اللي نحتاج هذا أيضا يترجم إلى ما يلبي حاجتنا. صحيح. كمنتج محلي ولا لا؟ أنا ممكن ألخصها في إحنا عندنا تشريعات ونضج على موجود، عندنا عناصر بشرية وكفاءة ويعني اللي هي الأموال أصلا لصناعة الاقتصاد أو الأمن السبراني. ما تبقى فقط هو أنه نبدأ المبادرة هذه في الشركات ودعمها وتنميتها بطريقة تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي. طيب أبو محمد أنا باقي لي وقت قصير فذاك بدي أسألك أشياء تهم سم. الناس اليوم كيف نحمي أبنائنا وبناتنا وصغارنا من أخطار الإنترنت وجرائم الإنترنت؟ الأطفال الآن يتعاملون مع الإنترنت ومع هذه في كل وقت. لا سواء يتعاملون فيه في غرف مغلقة. يعني صحيح بالضبط. وهذا اللي قاعد أقول إنه يجب أن يتأتى في أمرين. الأمر الأول قضية إنه ما يسمح لهم مثلاً بالوصول إلى برامج غير مناسبة لسنهم. معظم البرامج مثل حقت شبكات التواصل الاجتماعي تنص على 13 فأعلى. تجد أطفال أصغر من كذا يستخدمونها. لكن يظل الحديث معهم عنها وتوعيتهم هو الأساس، وقضية إنه يكون بينه وبينهم ثقة بحيث إنه لو صار عنده أي يعني أي مشكلة في تعامل مع الإنترنت إنه يستطيع أن يخبر والديه أو الناس الأقربين. تنصح الشباب والصغار بدخول مجال الأمن السبراني؟ أنصح بشدة، لأنه طالما اعتمادنا على التقنية راح يزداد دوما سنحتاج إلى ناس يؤمنون تلك التقنية. طيب باقي لي دقيقة أبو محمد بس بسألك فيها سؤالين. هل يعني مع وجود هالمواقع اللي تشرح وسائل وطرق الاختراق، هل يعني في خطر على شبابنا وصغارنا انهم يلجؤون للاختراق؟ انا ارى انها يعني اذا وعي الشاب الصغير هذا على قضيه انه لا يصير يهاجم الاخرين ويخترقهم، خلوا ياخذ له معمل طبعا هذا موجود في الانترنت ويجرب فيه. هل 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 فيه مخترق طيب مخترق شرير؟ المخترق الشرير هذا اللي هاجمنا واللي نتكلم عنه من اول حلقه في الاحتيال. المخترق الخير اللي يعمل لدى الشركات لاختبار مدى دفاعاتها ويعمل على تقويه دفاعاتها. هذا اللي يخترق عشان يرجع لك حساب ولا يسوي هذا؟ لا مو هذا، لا هذا كلهم يعني ما ننصح فيه. طيب اخر سؤال معليش، انا الشباب يقولوا لي انتهى الوقت لكن ابا اسرق شوي من الوقت. وش نصيحتك للي بيشتري جهاز جديد سواء هاتف او جهاز كمبيوتر حتى انه يحميه؟ الانظمه التشغيل اللي ذكرناها زي ويندوز زي اي او اس زي اندرويد ترى محميه بشكل جيد، لكن تاكد انك تتابع تحديثاتها وتاكد انك ما تعمل لها كسر لحمايتها وتاكد انك ما تستخدم برمجيات غير موثوقه. طيب أبو محمد أنا استمتعت جدا بهذا واستفدت الحقيقة كثير منك اليوم، أشكرك على هذا الحوار. الله يحفظك ويعطيك العافية. شكرا. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة الرياض. كان معي في هذا اللقاء الخبير في الأمن السبراني المهندس إبراهيم بن محمد الشمراني. أنا خالد سليمان وأودعكم على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.